في أكبر حملة لجمع التبرعات في تاريخها، وجهت الأمم المتحدة مناشدة للتبرع بمبلغ 10.3 مليار دولار بهدف المساعدة في مكافحة فيروس كورونا. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 265 مليون شخص قد يواجهون مجاعة بحلول نهاية السنة الحالية بسبب تأثير الوباء العالمي، وستوزع هذه المبالغ على البلدان الهشة وذات الدخل المحدود. كما حذرت الأمم المتحدة من أن التقاعس عن التحرر قد يقضي على عقود من التنمية. نجحت شركة كندية بالتعاون مع علماء من جامعة تورونتو إلى صنع قناع طبي واقي يستطيع القضاء على فيروس كورونا خلال دقائق بحسب ما نقل موقع ميركور الألماني. وأضاف بيان الشركة أن فيروس كورونا المستجد يظل على أسطح الكمامات العادية لمدة 7 أيام على الأقل بحسب الدراسات، غير أن الكمامة الجديدة تقضي على الفيروس في دقائق بفضل تكنولوجيا مضادة للميكروبات، وهو ما يقلل من خطر العدوى بطريقة غير مسبوقة. استقطبت شبكة نتفليكس الأمريكية العملاقة في مجال البث التدفقي 10.1 مليون مشترك جديد في الربع الثاني من سنة 2020، غير أنها تتوقع تباطؤا في النمو بفعل تخفيف القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19. ومنذ بداية هذا العام جذبت المنصة أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة، خصوصا بفضل مضامينها المتنوعة في مرحلة أرغم وباء كوفيد-19 خلالها الملايين على ملازمة منازلهم. ويوازي هذا الرقم تقريبا عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 والذي بلغ 28 مليونا بحسب نتفليكس، التي بلغ عدد مشتركيها حاليا 192.95 مليون مشترك.